أنا بقالي تقريبا 11 شهر براقب حركة إعادة تأهيل وهيكلة للبنك الزراعي المصري، شيء مهول جدا. خلينا في البداية نعرف أسبابها هذه الهيكلة للبنك الزراعي المصري. البنك الزراعي المصري هو من أكبر البنوك الموجودة على مستوى جمهورية مصر العربية وبل والوطن العربي. بحكم انتشار البنك الزراعي المصري وأن هو متواجد في كل القرى في أكثر من 1200 فرع بأكثر من 17 ألف موظف موجودين، النهاردة أنا بمس القرى الريفية كلها وبمس أهلنا في الريف ومتواجد معهم في كل مكان، فبالتالي كان لازم وإحنا بنعمل الأهداف بتاعتنا بتاعت البنك الزراعي يكون في هدف أساسي وهو بنك الشمول المالي لجمهورية مصر العربية. المحاسب علاء فاروق بدأت مسيرته المهنية سنة 1982 من خلال بنك باركليز مصر، وتدرج في جميع القطاعات والإدارات المصرفية لغاية سنة 2008. بعدها التحق بالبنك الأهلي المصري كمدير لمنطقة الأسكندرية، وتدرج في المناصب حتى أصبح الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية والفروع، ونجح في مضاعفة محفظة التجزئة المصرفية من 45 مليار جنيه ل 93 مليار جنيه خلال 18 شهر، وبقت من أجود المحافظ على مستوى الجهاز المصرفي، وفي نفس الوقت تولى الإشراف على محفظة ائتمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالفروع، ونجح في الوصول بالمحفظة ل 63 مليار جنيه، يعني المحفظتين قربوا على 150 مليار جنيه. ومن هنا رشحوا السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي لرئاسة البنك الزراعي المصري في فبراير 2020. 1200 فرع مش كده برضو؟ مظبوط، موجودة في كل قرية من قرى مصر، ونتعشم يبقوا 2000 فرع إن شاء الله في خلال 50 اللي جايين. بس الناس بتقلق، نعيد الثقة إزاي؟ نعيد الثقة إزاي؟ سؤال مهم جدا. إحنا النهاردة بنعيد البنية التحتية بالكامل بتاعت البنك الزراعي بأحدث وسائل تكنولوجيا، ده كله هيكون في صالح العميل بدون شك، هيكون في صالح العميل. البنك المركزي من خلال مجموعة من مبادرات الفترة اللي فاتت ديت على مدار السنة اللي فاتت دي، مثلا مبادرة تأجيل الأقساط الخاصة بالعملاء لمدة 6 شهور، ده كان ليها أثر قوي جدا على المزارعين البسطاء والأحداث اللي حصلت أيام جائحة كورونا، وكان دعم فعلا للقطاع الزراعي والقطاع الصناعي. برضو لما نيجي نبص البنك المركزي دعم البنك الزراعي النهاردة بألف مكنة ATM عشان يبقوا متواجدين في الأقاليم، ده مرحلة أولى. بكده البنك الزراعي ما كانش عنده مكان ATM، كان عنده 100 مكنة أو 50 مكنة، ولا الفروع كانت مربوطة هربطناها، ولا الفروع كانت مربوطة. الحمد لله إحنا من نوفمبر اللي فات بعد 6 شهور من وصولي في البنك الزراعي اشتغلنا أنا وفريق العمل الموجود بفريق العمل القديم اللي موجود في البنك، وربطنا ال 1200 فرع، وبقى عندنا قاعدة بيانات موحدة لل 1200 فرع، والفروع كلها مرتبطة ببعضها، الفروع كلها بتقدر تتعامل مع بعضها. العميل بيدخل في أي فرع من الفروع النهاردة في البنك الزراعي يقدر يعمل تحويل وهو واقف. احنا شغالين على ان احنا نقدم خدمة متميزة للعملاء بتوعنا. بصينا على الأماكن بتاعتنا في الفروع، لقينا ان في مجموعة من الفروع ممكن نطورها بسرعة، عندنا حوالي 650 فرع موجودين في مستوى على مستوى القرى والأقاليم. خدنا قرار فوري، يمكن كان ابتدى السيد وزير الزراعة الحالي النهاردة وكان رئيس البنك الزراعي ان هو ابتدى يطور جزء من الفروع ديت، كان حوالي 250 فرع. انا اول ما جيت الحمد لله خدنا قرار بدعم البنك المركزي ان احنا نطور 650 فرع مرة واحدة. وجود مكان POS بقى موجود في الفروع، وجود مكان ATM موجود في الفروع، اصدرنا مجموعة من كروت المسبقة الدفع، وده كان ظاهر ايام العمالة الغير منتظمة. احنا شرفنا طبعا بان احنا ساهمنا في موضوع تقبيض العمالة الغير منتظمة او القبض العمالة الغير منتظمة من خلال منافذ البنك الزراعي المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع هيئة البريد المصرية. الميزة ان احنا قدرنا ناخد منهم حوالي 500-600 الف عميل، ادينا لهم كروت مدفوعة مقدما، وبالتالي الكروت دي بقى يجيلها بعد كده الاعانات بتاعت الدولة، وابتدينا نتكلم مع العملاء ان هم يستخدموا الكروت. فبالنهارده العميل النهارده بيحول من خلال الكارت دوت، بيسحب مكنه ATM بيروح يشتري. خلي بالك ده جزء من الشمول المالي، ان احنا خاطبنا طبقه ما كانتش بتتعامل مع البنوك خالص. حاليا بنستعد ان احنا نطلع الموبايل والد بتاعت البنك الزراعي اللي هي الاجري والد دي، هيكون فيها مجموعه من الخدمات، ده جزء من الشمول المالي. طيب ابتدينا نعمل حوالي 20 هب للاس ام اي، جواهم مركز ريادة أعمال يبتدي يساعد المزارع
ان هو يعمل يقدر يعمل تحليل لربحيته، يقدر يبتدي يشتغل من خلال ارشاد زراعي، نقدر نساعده من خلال خدمات غير ماليه، خدمات غير ماليه وخدمات ماليه. دول ال20 هب دول هيكونوا على مستوى المحافظات كلها، فيهم مركز للاس ام اي ومركز لرياده الاعمال بوجود فرع في الدور الارضي من كل هب من دول، يبتدي يقدم الخدمات البنكيه للعملاء بتوعه.